يدق البرد في ولاية البيض الأبواب حتى يصل العظام، لا تصده إلا الجلابة بخيوطها المتينة المتراصة وانسدالها حتى لا يجد البرد منفذا. جلابة هذه لباس تقليدي معروفة به منطقة البيض، ومنطقة البيض معروفة وطنيا بأنها منطقة شديدة البرودة، ولهذا كان دائما خدمة الصوف هذه في المنطقة تاعنا منذ القدم. بالنسبة للرجل عنده جلابة، كاين البرنوس وجلابات تختلف، كاين جلابة تاع الوبر، كاين جلابة تاع الصوف. والجلابة احنا عندنا في البيض البرود نبقوا الجلابات دفي خير، ما يجي الذروة كيلبس قيل فيستا، وحنا بكري نبقوا جلاديب والو. الجلابة انا عندي خير، جلابة مليحة، جلابة دفي تستر دير كل شيء. غلاء أسعار الجلابة ومزاحمة المعاطف العصرية لها قلل استعمالها بين الشباب خاصة، غير أنها تبقى لباس الهمة والأكثر قدرة على صد هجمات البرد اللافع بولاية البيض. والله السبب الوحيد هو اللي خلى الشباب أنه يتخلى عن لباس الجلابة هو تقريبا الثمن الغالي نتاعها، يعني جلابة نتاع الوبر تقريبا من 7 ملايين إلى 8 ملايين. واش الشباب اليوم الفيستا والجاكيطة وكسمو، يعني الثمن نتاعها متناول. ولعزتها ومكانتها لا تهدى الجلابة في البيض إلا لكل عزيز غالي.